تحية أخرى مشاهدينا الكرام، مجزرة بورسعيد كادت تعود من جديد بملعب الشعب العتيد. أين الأموال يا وزارة؟ نطالبكم بكل جدارة. فلوس الناس البسطاء بذمتكم أنتم، فمن المسؤول؟ المتعهد أم المتعهد أم المسؤول؟ بيع التذاكر بهذه الطريقة أمر بعيد عن الحقيقة، وأرواح الناس كادت تداس لولا انضباط الجماهير وتعاونهم بينهم. فشكرا لكل من حضر وشجع، والحمد لله على سلامة الجميع. فاصل. بس باعه، باع الطفل بروحه. هاي 5000 وهاي البطاقة جايبها والله.